مطلوبة في مباراة اليوم. فاهد من هناك على الجبهة اليسرى يعكس عرضية خطيرة والكرة وصلت في اتجاه المواس فيها هدف أول في الشباك السنغافورية. عمر خريبين برغم الإصابة يصيب الشباك السنغافورية بأول أهداف اللقاء. ضغط سوري متواصل والنهاية في شباك المنتخب السنغافوري. أول أهداف اللقاء لمصلحة نسور قاسيون. قلنا ننتظر الهدف في حال استمرار الأداء بهذه الصورة، والهدف جاء والتقدم مستحق لمصلحة المنتخب السوري بأول أهداف اللقاء. عرضية من هناك فهد اليوسف بدأها، المحاولة مرت من حارس المرمى، مواس هيأها فاتت على سنحريب لكن عمر يتبعها والشباك السنغافورية تهتز بأول الأهداف السورية في هذا اللقاء. توقيع من عمر خريبين على أول أهداف المواجهة في توقيت هام ومثالي. بداية وانطلاقة رائعة لنسور قاسيون في هذا اللقاء، وعمر خريبين أكثر من يعني حاول في اللحظات الماضية تغلب على الإصابة ويسجل هدف الشخصي الرابع في هذه التصفيات المزدوجة الآسيوية المونديالية.